مشاهدينا الأعزاء، هي المدارس التي نتمنى أن تكون مركزاً جاذباً وبيئة مناسبة للطلبة لكي يتعلموا ويرفعوا من مستوياتهم التحصيلية، وفي نفس الوقت أيضاً يمارسون العديد من الأنشطة والفعاليات. هناك طبعا بعض المدارس التي قامت بعمل نموذج كبيئة مدرسية جاذبة للنجاح، وإن شاء الله سوف نتعرف على هذه أو هذا النموذج بعد هذا التقرير. نحن كأولياء أمور ننظر إلى مشروع طريقي إلى النجاح الذي أعلنته مدرسة الصحباء بنت ربيعة، مشروع جدا رائع يعطي إيحاءات جميلة وتوكيدات جميلة للطلبة، تفيدنا أيضا احنا كأولياء أمور في بعض المساعدة التي نقدمها لأبنائنا الطلبة كحب كغرس حب المدرسة وحب المعلمة وحب الصف، حتى غرفة الصف هذا الكتيب شملها في بالعناية. والإيحاءات أيضا التي تعطى للطالبات في الطابور الصباحي أو في الحصة لها طابع كبير جدا ولها تأثير في تكوين شخصية الطالب والنجاح. هيا تفضل يا تسليم، هيا يا تسليم، فلحرك القرص وأغمضي عينيك. طبعا لا أخفي عليكم بأنني منذ صغري أحب التميز، أحب الإبداع، أحب أن أكون إنسانة غير عادية. فوجدت من الصهباء ضالتي حيث صقلت الصهباء من خلال الشعارات والإيحاءات ومن خلال برنامج طريقي إلى النجاح، هذا الجانب من شخصيتي. فابتكرت طرقا جديدة للتعزيز رفعت من الجانب التحصيلي للطالب، رقت في الجانب الأخلاقي بالإضافة إلى هذبة الذوق. وهنا بعض الحصالات بها أشكال فيروسات وبكتيريا. كوني أنا كطالبة رفع مستواي التحصيلي جداً وجعلني أطمح إلى الشيء الذي أريده، وجعلني أن أجعل هنا هدفاً في ذهني أنني أريد تحقيق هذا الشيء. واستفدنا كثير من هذا البرنامج فعلاً، وأقدم مرة أخرى خالص الشكر لإدارة المدرسة. إذن بيئة تعليمية محفزة للنجاح وسط أجواء منوعة مفعمة بالحيوية والنشاط، أيضا طبعا تهدف لكي يتعلم الطالب وكذلك ممكن أن يرفع مستوياته وأيضا يمارس الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمختلفة. اليوم بنحدثكم عن هذا النموذج ولمعرفة تفاصيل هذا الموضوع لدينا ضيفة نرحب فيها، ضيفتنا الفاضلة شيخة بنت سعيد محمد الغابشية مديرة مدرسة الصهباء. أهلا وسهلا بك. مرحبا فيك يا أخت فايزة، جزاك الله خير وأشكرك كثير على هذه الاستضافة. حياك الله معنا شيخة. شيخة، طبعا هناك الكثير من التوكيدات الإيجابية التي ذكرت، سواء كانت أنا أحب مدرستي، أنا أحب قاعتي، أنا أحب معلمتي. ما الدافع الذي دفع بكم إقامة هذا المشروع وتطبيقه في مدرسة الصهباء؟ في البداية النجاح طريقي هذه كانت عبارة لنشر ثقافة النجاح ومفهوم النجاح والهدف من النجاح. وسياسة إدارة المدرسة أو المدرسة بصورة عامة إن أي مشروع تقوم به في البيئة المدرسية داخل المدرسة أو خارج المدرسة يكون عن بطريقة نشر ثقافات
نعم. هذه الثقافات تكون مدرسية مؤسسية خاصة بالمدرسة بالمشاريع التي تقوم بها. وكثير من الثقافات اللي نحن حاولنا بالفعل ان احنا سعينا ان احنا ننشرها على غرار النجاح طريقي، مثل كانت التربية بالحب، فكان شعارها بالحب نرتقي وبه نلتقي، كان شعار الطموح والسعي للمراتب العليا اللي كان شعاره نحن في الصهباء طموحنا يعانق السماء. فكانت النجاح طريقي هذه الثقافة حبينا ان احنا نغرسها في جميع الموجودين في المدرسة، طالبات معلمات، وأيضا انتقلت إلى خارج المدرسة كأولياء أمور. جميل جدا، جميل جدا هذا المنظومة المتكاملة. أيضا ما هي البرامج والوسائل والفعاليات اللي كانت مصاحبة لهذا المشروع؟ يعني بالطبيعة أن كل مشروع له فعاليات وأنشطة تؤكد هذا المشروع أو هذه الثقافة اللي احنا بغينا نأكدها. طبعاً. كان الدور الأكبر في هذا المشروع لكتيب النجاح. كتيب النجاح هذا هو اللي يعني بالفعل إحنا كان استندنا عليه، اللي هو النجاح طريقي، وكان الهدف منه إما أن أنجح أو أنجح، يعني ما عندك مجال آخر، يا تنجح يا تنجح. نعم. فبالفعل إحنا ركزنا على هذا المفهوم من خلال هذا الكتيب. هذا الكتيب كان فيه أنشطة بسيطة جدا يعني وسهلة المفهوم، بسيطة الشرح، المتابعة للطالبات. الهدف منه أشياء عميقة أعمق من شكله، رسائل إيجابية، رسائل إيجابية، الأخلاقيات للنجاح، الطرق اللي توصلك للنجاح، أساليب الناجحين، الأمور اللي ممكن أنك أنت تتبعها أنك أنت يعني تكون من ضمن هذه الفئة في المجتمع اللي هم الناجحين. كان من ضمن المشاريع الأخرى اللي هي التوكيدات اللي ذكروها، وبالفعل التوكيدات الإيجابية هي اللي كانت يمكن نقول المهمة والأهم. فكانت تتكرر التوكيدات الإيجابية في برنامج طابور الصباح، كانت المعلمات يأكدوا عليها على كراسات الطالبات ودفاترهم، بنفسهم المعلمات كانوا جزاهن الله خير مبدعات الصهباء إنهم يركزوا على السبورة في اللافتات في أروقة المدرسة، ساحة المدرسة. جميل. هذه التأكيدات التوكيدات كانت بالفعل هي التي تخاطب العقل اللاواعي دائما. نعم. يعني مستمرة مستمرة، فهذا اللي عطانا بالفعل أن نغير هالفكر بواسطة التوكيدات. جميل جدا تركيزكم على العقل اللاواعي. بالضبط. بحيث أنه يتحول إلى إيجابي منذ البداية، وخاصة أنه من بداية اليوم الدراسي وحتى نهاية تغيير فكر. نعم. فإذا أنت تريد أنك أنت تغير فكر يعني بالتالي لا يجب أن تدخل إلى هذا العقل. طب تغيير فكر يأتي وراء تغيير سلوك، يأتي وراء تغيير أفعال بالتالي. طبعا هل هناك تحديات واجهتكم في تطبيق هذا المشروع؟ طبيعي جدا، أنت تتعامل مع بشر. نعم. وأنت تتعامل مع طالبات فوق 1000 طالبة، أنت تتعامل مع سن انتقالي من إلى، فأكيد يعني إن إحنا واجهنا تحديات مع الطالبات، واجهنا كذا، بس بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهود اللي يعني تكاتفت من الجميع يعني وصل إلى مستوى بالفعل نحن نفخر فيه، والمجتمع يفخر بالمدرسة كونها مدرسة في هذه المنطقة. وصلنا إلى مستوى تغيير فكر. نعم. لداخل بيئة المدرسة وخارج بيئة المدرسة. جميل. هل هناك أدوار قمتم بتوزيعها على مثلا المعلم، الأسرة، الطالب لإيجاد بيئة محفزة للنجاح؟ طبعا هذه حلقات متصلة أصلا، يعني أي مشروع في أي بيئة مدرسية فيها حلقات، اللي هو حلقة المعلم، الطالب، ولي الأمر، إدارة المدرسة، حلقات متصلة، يعني تكاتف هذه المجموعات وتواصلها يؤدي إلى نجاح المشروع. جميل. ما مدى تفاعل كل هذه الحلقات المتصلة مع بعضها؟ تفاعل جدا رائع، يعني نحن عندنا في الصهباء مبدعات متميزات، يعني طاقم بشري رائع يعني يطمح دائما للتجديد. جميل. عندنا أولياء أمور متواصلين لدرجة أنه هذه الثقافات إحنا نشرناها في البيوت، أولياء الأمور صاروا يعملوا لنفسهم توكيدات إيجابية، صاروا يذكروا هذه التوكيدات لما يجوا يزورونا ونتفاجأ أنهم محافظينها، يعني نشر ثقافة جميلة من خلال هذه البرامج اللي تقوم في المدرسة. وبعدين يعني لما يعني تشعري بهذا الشيء تعرفي أن الجهد اللي داخل المدرسة له انعكاس. جميل. خارج المجتمع. إذا كانت من ضمن الأهداف هي زرع ثقافة الإيجابية في بالضبط. المجتمع بالضبط. سواء كان طبعا في المجتمع في المدرسة أو اللي هي المتصل بهذه المدرسة الأسرة. وأيضا كان هدفكم اللي هو رفع المستوى التحصيلي الدراسي لدى
الطالبات في جو مفعم من النشاط، وايضا من منطلق تعلم، العب وتعلم. بالضبط. ما مدى تحقيق هذه الاهداف؟ هل فعلا تحققت؟ والنتائج هل لمستموها؟ يمكن من كلام ولي الامر، من كلام الطالبه، من كلام المعلمه، بالفعل يعني احنا البنات الطالبات الصهباء او اميرات الصهباء صار عندهم فكر انه بالفعل الي هدف واحد، النجاح. كيف اسعى اليه؟ هذه لها طرق كثيره، ان الاداره تساعدني، المعلمات يساعدون، ولي الامر متواصل يسعى مع الطالبه لهذا. وكانت في حوافز كثيره، يعني في عندك برنامج تستاهلي هديه للطالبه المجيده. في عندك برنامج للامام احسنتي للطالبه اللي تحسن مستواها، تكريم للطالبه وولي الامر للطالبه اللي تغير مستواها من الى. كانت هذه كلها يعني حوافز ادت بالفعل ان احنا شعرنا بهذه النتيجه، ارتفاع معدل النجاح للمدرسة، بالإضافة إلى يعني أنتم لاحظتوا ارتفاع نسبة معدل النجاح في المدرسة قبل المشروع وبعد تطبيق هذا المشروع. بالضبط، يعني في ارتفاع لمعدل النجاح، حتى الطالبات كانوا في تنافس على الدرجة، درجة في تنافس عليها، فما بالك يعني أن الرغبة كانت بالفعل يعني كبيرة جدا من الطالبات. كوننا بيئة فيها رغبة للحماس للنجاح، بالإضافة إلى جو يبدع فيه، تبدع فيه المعلمة بوجود هذه الطالبات الراغبات للتعلم. طيب شيخة، ما أهمية مثل إقامة مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل للطلبة، وأيضا إلى الاهتمام بالمهارات الطالبات والقدرات الكامنة فيهم؟ تغيير فكر، تغيير فكر لهذا الجيل، لهذه الطالبات، للمستقبل، للطموح، لتكوين مواطنين مواطنات صالحات لهذا الوطن. فبالتالي أنت لما تعمل مثل هذا المشاريع يكون لك الهدف في النهاية هدف أسمى، من المدرسة إلى هدف الوطن، لأن هم هذا الجيل اللي نحن ننشئه للوطن. فبالتالي هذه المشاريع بالفعل لها يعني كل ما زرعت أي ثقافة لازم تكون الثقافة تعود إلى الوطن في النهاية. رائع جدا. احنا طبعا استاذه شيخه في الختام نشكرك على وجودك معنا في البرنامج. شكرا شيخه بنت سعيد محمد الغابشيه، مديره مدرسه الصهباء. مشاهدينا الاعزاء، هناك مقوله او كلمات خالده وباقيه، وهي سنعلم ابناءنا ولو تحت ظل الشجر. شكرا للمعلم الاول حضره صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ان التعليم لا يقتصر على بيئه معينه فقط، وانما ايضا هناك طبعا الخدمات التربويه تراعي كذلك ايجاد البيئه المناسبه للطالب لكي يتعلم ويستفيد، إضافة إلى العملية التعليمية. كذلك هناك العديد من الدراسات الحديثة التي أشارت بأن البيئة التعليمية المناسبة تضمن استمرارية رفع المستوى التحصيلي لدى طلبة المدارس، وكذلك طبعا سواء كان هذا المستوى في المستوى الأكاديمي أو غير الأكاديمي، وأيضا تعطيهم فرصة كبيرة جدا لكي يتحولون إلى قادة قادة في هذا الوطن. وكل هذا طبعا يكون بأهداف مشتركة من قبل المجتمع المدرسي. أعزائي المشاهدين، فاصل ومن بعدها سنتواصل مع الزميل سيف الفوري.